السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. كنشكر بزاف يعني البنات اللي سولوا فيا، اللي قالوا لي علاش غبرتيش، شحال هادي ما حطيتيناش حاجه في القناه. انا ما غبرتش بزاف يعني، فريمون ردوا البال، ما حطيتش فيديو كان غير يومين او لا يعني ما كاملاش ولا 3 ايام. فقالوا لي علاش غبرتي، ياك لاباس؟ فكنقول لهم شكرا جزيلا لكم، شكرا للناس اللي يعني واحد 3 ولا 4 ديال لي بيرسون كانوا صيفطوا لي ميساج سواء على الواتساب او لا في لاباج ديالي ديال فيسبوك. فكنقول لهم شكرا بزاف، الله يخطيكم. كنت عيانه شويه من الحمد لله، راك عارفين البرد هاد العام جا قاصح فريمون، ما خلى لا كبير لا صغير، يعني كلشي تكرفص عليه، فالحمد والشكر لله. كنبغي ايضا في هذا الفيديو قبل ما نبدا انني نشكر جميع المتابعات الوفيات والناس اللي كيشجعوني، اللي كيخليو لي يعني تعاليق. كنقول لهم شكرا شكرا شكرا، واخا كنحاول انني نجاوب على كاع التعاليق ونقول لهم شكرا، فقلت ضروري ضروري يعني في شي فيديو غادي نقول لكم شكرا لكم بزاف، شكرا يعني شكرا للتشجيع ديالكم، شكرا يعني للتتبع ديالكم، وشكرا يعني الكلمات يعني الكلمات والدعوات ديالكم. ما تصوروش شحال كتفرحني ملي كنشوف يعني الدعوات ديالكم والكلمات التشجيعيه. فكنقول لكم الله يخطيكم، وحتى هذاك المجهود يعني، وانني كنمشي وكنديبلاصا والسبت والحد يعني فريمون في بلاصه ما نمشي ندور انا وليداتي، فوليت دايره التصوير. ف كاين ملي كنشوف يعني ان شحال من واحد مثلا عاونتي اولا جبتي ليه غير فكره اولا معلومه وفتيه ولو غير بشويه، فكنقول ماشي مشكله، وكان يعني كنشوف ان هذا الشيء سافو لا بين يعني بهذا المعنى. فغنبدا الفيديو ديالي اللي هو بحيث جاوني بزاف ديال التعاليق البنات كيسولوني منى واش باقيين، واش باقي لي سولد، واش باقي نقدروا نمشيو نستافدو، بغينا نهبطوا الويكاند، بغينا نجيو من مدن اخرى، بغينا نجيو نشوفوا كيابي، بغينا نشوفوا ال سي ويكيكي. فبغيت نقول لهاد البنات ويكاند سولد، انا تنستافد منه. ما كنتش بغيت نصور هذا الفيديو لانني خدت بعض القطع اللي ماشي هذه قيتها، يعني فريمون قطع ديال دومي سيزون وديال الصيف ماشي وقيتها. فقلت ما كنتش زعما بغيت ندير نشاركها نديرها فيديو، ولكن ملي بداو كيسولوني البنات وكيصيفطوا لي قلت لكم تاع الواتساب عافاك بغينا نجيو بغينا نهبطوا نشوفوا يعني السولد اللي كاين، فقلت علاش لا ما نديرش هذا الفيديو. وقبل ما نوريكم القطع بغيت نقول لكم ان السولد باقي في كيابي، باقي في ال سي ويكيكي، وباقي في مروه. السولد في مروه رائع، هو اللي خديت منه هذا القطع، هذه رخيص بزاف وقطع رائعه. وفي كيابي باقي السولد، هو فيها قطع زوينه للبنيات والوليدات الرجاله والعيالات، وحتى بلاصه اللي كنت قلت لكم ديال الناس اللي عندهم لاطاي كبيره يعني كيلبسوا 2XL 3XL 4XL. في كيابي كاينه اون ستوند، كاينه واحد البلاصه خاصه بالنسبه للناس اللي عندهم يعني حجم كبير، فكاينه البلاصه. واللي زوين فيهم ان دوك لي موديل اللي حاطين ليهم على مود، يعني فريمون دي موديل اللي زوينين بزاف، دوك لي برودري بهذوك السريولات اللي خارجين دابا، وداك الشيء طويل وزوين ورائع، انا متاكده غادي يعجبكم. والسولد في كيابي غادي يبقى حتى لو 18 مارس ان شاء الله باذن الله. فعلى بركه الله نبداو الفيديو، غنبدا لكم ببعض القطع اللي خدت لوليداتي اللي بغات تكسي يعني وليداتها من ال سي ويكيكي. فخديت جوج ديك المره ما وريتهمش ليكم، وخديت جوج هاد المره. فاللي خديت ديك المره هما هادو هانتوما، تريكوات عاديين سامبل، هادو البنات خديتهم 79 لواحد هذا، وخديت هذا، هادو راه ملبوسين ومصبنين، كنت خدتهم اليوم ملي مشيت لتاشفين سنتر، كيجيو على هاد الشكل هذا. واللي خديت هاد المره فاش مشيت ال سي ويكيكي، ال سي ويكيكي مشيت ليها البنات اللي كاينه في الدريسيه، في مرجان ديال الدريسيه. هذا التريكو هذا البنات الثمن ديالو كيف ما كتشوفوا معايا 79 درهم، كتجي فيه هاد السنيسله من هنا كتحل وكتسد بحال الجيب، اللي يقدر يخشي فيه مثلا فلوس او شي حاجه، كيجي زوين بزاف واللوينه تعجبوني انايا. وكاين هذا نتوما البنات في تا هو هاد التريك هنايا فيه بحال السنينات، هذا البنات الثمن ديالو 89 درهم البنات، كيجي على هاد الشكل. انا ما خديت والو من ال سي ويكيكي كي قلت لكم، يعني ما الحمد لله ما خاصنيش دابا الحويجات، ولكن ملي مشيت لمروه انا كنت في مرجان ديال الدريسيه دزت ال سي ويكيكي، ومن موراها دزت المروه، ما كنتش بغيت ناخذ، ولكن لقيت البنات لي بخي، ملي لقيت لي بخي اللي دايرين البنات ما نقولش لكم، دي بخي رائعين وقطع رائعه، سواء لقيتها ديال الشتوى يعني ناقصين من لي مونطوم لي جيلي ومن كل
كل شيء، سواء القطع ديال دو سيزون، وكاين بعض القطع ديال الصيف. انا اللي خديت البنات قطع ديال الصيف اللي ما غلقاش بهذا الثمن في الصيف ان شاء الله باذن الله. فقلت ضروري ناخذها ونخليها ان شاء الله. اول قطع خديت هو هذا لو بوليرو، هذا هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كيجي على هذا الشكل طويل البنات، فيه جويب هنا، الجويب هنايا ها هو، وفيه يعني هذاك لو ديتاي يعني في اليدين، فيه بحال واحد الشبيكه هنايا كتجي هانتوما البنات صافي، وفيه واحد القبيب ها هو كيجي من اللور هكا. هذا البنات كان خديتو ب 59 درهم البنات، كلشي خديتو لطاي اكس ال لانني فريمون مشيت لقيت مروه عامره ولي كابين كانوا يعني بلا، ما كانش كانوا الناس كيتسناو داكشي، فقلت هذوك القطاع رانا غادي نديهم غير اوازا، خديت لي طاي اكس ال باش نبقى مهنيه. الله ما تاخذي حاجه كبيره شويه وما ولا تاخذيها صغيره. فقلت لكم 59 درهم والثمن الاصلي ديالو 129، هذا هو الثمن نسبة باش البنات اللي عارفين مروه، هادو هما الثمن ديال لي بوليرو 129 حتى 150، كاين ديال 179. هاد لي بوليرو الخفاف كل واحد على حسب لا ماتيغ اللي فيها. المهم هادو انا هادشي باش كنت كناخدو يعني في الصيف، فقلت علاش لا، انا خاصني هاد اللون هاد البلو بيترول ما عنديش، فخديتو كي قلت لكم الثمن ديالو 59 درهم صبن ورد، لا كاليتي ديالو زوينه حتى انا مجرباه. فنخلي لكم هاد ديال الاخرى لان عجبتني. القطعه الثانيه هي هادي، دايره بحال واحد التونيك ها هو فلوري، فيها دوك لي فلور من هنايا، وفيه الكميمات ها هما، فيه بحال لاستيك من هنا، هانتوما كيفاش كيجي فريمون انيق البنات وطويل، راه طويل البنات، وفيه هاد لو بتي ديتاي بحال الشبيكه من هنا وهابطه للكتيف. فخديت له دوك عندي ديجا عندي داك التريكو ديال 30 درهم، فغادي ناخذو ان شاء الله هو اللي غنلبسو معاها. فجا فريمون قيستو جا زوين بزاف، وعندو هما اصلا تريكوات دابا دايرين لهم ديال 99 درهم ديال الخيط زوينين، اللي بغات هو زعما اللي بغا ياخذو من عندهم. غير انا قلت ديال 30 نلبس مع ديال 30 ديغان ديال 99، هو اللي كنت درت فواحد الفيديو تلقاوه في القناه، راه كنت نبتهم شريتهم سامبل من مروه ونبتهم انايا، واحد درت فيها دوك لي بيرل اللي داير بحال اللؤلؤ، وواحد درت فيه لي ستراس. فكيجي على هذا الشكل زوين. هذا البنات ضطات لي التيكيته، الثمن ديالو 69 درهم البنات، هانتوما ها هو الاثمنه هنايا 69 درهم باش خديته لاطاي اكس ال، فريمون عجبني وما غتلقايش بهذا الثمن من بعد. ديري لي سروال قيسو مع بونطالون في الكحل نيت عندي، ودرت لي فولا في هذا اللوين هذا، عرفتي جا غزال جا رائع. فهذه هي القطعه الثانيه، خديت انا ثلاثه القطع، واخر قطعه البنات واللي عجبتني بزاف هي هذه. هذوك القيم جات لي بحال اللي كنشوفوا البنات كيشهروهم ديال لي سيت شينوا بحال زافول وهذا كيتوصلوا بهم، وانا دائما كانت كتعجبني عرفتي ملي لقيتها ما تيقتش عجبتني بزاف، كانت ديما عرفتي كيعجبني هذا الستيل هذا، فيها بحال لي ستار فيها النجيمات وحدين مفتوحين وحدين مغلوقين، فيها بحال لي بيرل هنايا في الجويبات، هنا فيها عندنا جوج جويبات هنايا لو كول تاع هنايا وطالعين حتى لهنايا. اللي عجبني فيها ايضا ان الصديفات ما باينينش، هما جايين مدفونين هنا الوسط، طويله هانتوما البنات راه طويله، فيها اللور طول من القدام، وفيها في الكميمات هاد لو بتي ديتاي من هنايا كيتحزموا، عرفتي قيسه كتجي البنات انيقه ورائعه. ومن اللور ها هي بحال هكا، فيها بحال هادو من هنايا، فغزاله يا البنات. داك النهار يا اش غنقول لكم، عرفتي البنات مصبحين على مروه. زوين يا البنات، فيها لي سولد، فيها قطع اللي زوينه اللي بغات تمشي تستافد دابا راه زوين. انا ما عرفتش امتى غيكملوا السولد، دوماج ما سولتهاش، مي راه باقي السولد دابا حاليا، وكنظن غيبقى واحد اسبوع اخر ولا جوج الاسابيع، ولا واخا وحتى لا نوفيل كوليكسيون اللي داخله الاثمنه فيها مناسبين زوينه، مي لي سولد راه كنقول لكم البنات اغوغو. مرجان ديال الدريسيه بدا انا حمقني فيه القطع اللي فيه، ها هي كتجي على هذا الشكل. الثمن ديالها 129 درهم البنات، الثمن ديال 129 درهم كانت 249 درهم، فانا بحال قلت 249 درهم بلاتي بشحال خديت 257 درهم، خديت بها ثلاثه القطع بحال ثمن هاد لا شوميز هادي، انا خديت بها ثلاثه ديال القطع. فهذا بحال الفيديو يعني غير باش تعرفوا شنو هو يعني النوعيه ديال الستيلاء اللي كاينه والهميزات اللي كاينين. انا ملي كتكون شي حاجه ما كنكرهش يعني البنات كون كان ديك الساعه في مروه شي اوبسيون اللي نقول يعني شي حاجه تقولي للبنات اللي المتابعات ديالي راه كاين سولد دابا جيو، راه اش غنقول لكم كون زعما كون درتها
عجبني الحال داك النهاريات، وقلت لها غنعيق كل مره ندير له المشتريات، كل مره ندير له المشتريات، حيت فريمون كاين اللي ما كيفهمش المعنى ديال بحال هاد الفيديوهات. راه ماشي باش كنقول لكم شوفوا اش شريت، راه ما عرفتش زعما، يعني اي انسان نورمال راه ماشي هذا هو التفكير ديالو، غير باش تاخذوا فكره قبل ما تمشيو تشريو، وباش تعرفوا باش تكون عندكم فكره يعني على الاثمنه قبل ما تمشيو تقداو. انا الا كنت غنشري بياسه غاليه وغنجي نوريها لك غاليه يعني اكواسا، شنو هو الهدف؟ مي انا هادو انا بالنسبه لي الاثمنه ديالهم رخيصه وجد مناسبه بالنظر ديال يعني لا كاليتي ديالهم والثمن ديالهم في الصيف، ففي الصيف تيكون الاثمنه طالعه بزاف. المهم البنات، مروة باقي فيها السولد، ال سي واي كي باقي فيها السولد من الحويجات ديال الوليدات اللي عجبوني بزاف اكثر من ديال يعني داكشي العادي، ما لقيتش لي طاي داكشي بدا قليل، ولكن اللي عجبني فيها السولد بزاف وباقي فيها لي طاي باقي فيها يعني لي زارتيكل بزاف هي مروة، سيروا البنات المروة. وبالنسبه لكيابي غيبقى فيها السولد، قلت لكم لاباج الفيسبوك ديالهم غيبقى فيها السولد حتى لو 18 مارس، حتى هي فيها تخفيضات زوينه، والناس اللي بغاو ياخذوا مثلا شي حاجه ياخذوها الصيف راه رائعه. لي بول كي قلت لكم ديال الدراري الصغار كيبداو من 10 دراهم، لي بول ديال العيالات بحال هكا في الدار، بول ديال القطن فيه دي موتيف مثلا نجيمات، دوك لي بتي بوا دوائر صغيره وداكشي كيبداو من 20 درهم، زوينين رائعين البنات. هذوك لي ديباردور ديال السميطات 10 دراهم. مهم فيها ما يدار، فيها ما يدار البنات، كيابي ومروه، بعدا مروه لا بروميير، كيابي من موراها ال سويكيه الاخرى. مي اللي بغاو يشوفوا الحويجات ديال الوليدات وديال البنيات صغارين، كيابي من موراها ال سويكيكي. المهم عطيتكم زعما بالترتيب، فكنت من البنات ان هذا الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو القليل. مرة أخرى كنقول لكم ما تنسوش تابوناو في لاشين ديالي وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. كنتسنى التعليق ديالكم ولي لايك ديالكم، ونطلقكم إن شاء الله في فيديو جديد على قناتي. بسلام عليكم.